إن بلادي الجزائر إدراكاً منها لأهمية هذه الشراكة تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بقارتنا الإفريقية، حيث تم على سبيل الذكر للحصر في مجال البنى التحتية القاعدية إنجاز 90% من طريق الوحدة الإفريقية الممتد على مسافة 10,000 كيلومتر، والذي يربط الجزائر بنيجيريا مروراً بتونس، مالي، النيجر وتشاد. كما استكملت الجزائر أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء بإنجاز 1584 كيلومتر من الألياف البصرية، تربط الجزائر العاصمة وإنقزام على الحدود الجزائرية النيجيرية، إضافة إلى مد خط فرعي حتى ولاية تندوف في الحدود الجزائرية الموريتانية. علاوة على ذلك، شرعت الجزائر مؤخراً بالتعاون مع موريتانيا في إنجاز طريق تندوف الزويرات الممتد على مسافة تقارب 800 كيلومتر، والذي من شأنه فك العزلة عن المناطق الحدودية وإعطاء ديناميكية جديدة اقتصادية للبلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب.